أفضل طريقة لدعوة المخالفين؟ إنج يخش يول كشلرنا إسلام أشاكور إشن. النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه. قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، يعني يهود ونصارى، عندهم كتب منزلة من السماء، عندهم حجج. إن برنش سندي كلا شك سندي نصارى هم يهود قوم نرنبي. لم يقل له ناظرهم ناقشهم. هم وقت ما ذي ألار غادي ألار بلان دي. قال نعم. هم ألار بلان دي سبورلاش ما ذي ألار بلان دي سوسكراشتر ما ذي. قال ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، يعني علمهم التوحيد. هم نرسل بيت ذي إن برنش لا إله إلا الله معنى سنيرة ريا قشتر.